أهلا بكم. تقول المصادر السياسية في بغداد إن هناك حالة من التوتر والصراع بين قوى الإطار التنسيقي الممسك بالحكومة والبرلمان، فمن جهة يحاول الخزعلي زعيم ميليشيا العصاب السيطرة على ملفات الأمن والأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بينما يحاول المالكي السيطرة على قرارات الحكومة برمتها، وهي تجاذبات مرشحة للإطاحة بحكومة السوداني. فمن الواضح أن هناك دفعاً أيضاً من قوى الإطار باتجاه تصفية المسؤولين في حكومة الكاظم السابقة، بل والمطالبة بمحاكمتهم باعتبار أن حكومة الكاظم كانت تحظى أو محسوبة على الصدر. ويشير بعض المراقبين إلى أن بوادر الصراع بين قوى الإطار بدأت مع محاولة الخزعلي الاستحواذ على هذه الملفات الأمنية والاستخباراتية وأجهزتها في حكومة السوداني، حيث قال الخزعلي إن رئيس الوزراء الحالي السوداني ملزم بالرجوع إلى الإطار التنسيقي في كل القرارات الحيوية لحكومته حسب الاتفاق بين قوى الإطار التنسيقي. صراع الأجنحة والإيرادات المتصاعد بين قوى الإطار التنسيقي ومؤشرات تفككه هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها عدة أسئلة. لماذا أخذت الفجوة والهوة تتسع بين قوى الإطار التنسيقي ومؤشرات قوية على تفكك هذا الإطار الميليشياوي؟ وما تداعيات هذا الصراع بين قوى الإطار التنسيقي على حكومة السودان التي خرجت من عباءة هذا التحالف الطائفي؟ وكيف يصب هذا الصراع المتنامي داخل الإطار في صالح التيار الصدري العائد إلى المشهد السياسي؟ وهل فعلا مرشح أن ينزلق هذا الصراع بين ميليشيات الإطار التنسيقي إلى مواجهة مسلحة في الشوارع في المرحلة القادمة؟ ضيوف الطاولة مثنى عبد الله، فرات خورشيد، رفعت الزبيدي. يبدو أن الصراع الدائر بين أجنحة الإطار التنسيقي آخذ في التصاعد والانتقال من مرحلة الصراع الخفي إلى صراع علني بين مكوناته الرئيسة من الأحزاب الطائفية والميليشيات. فكان إحدى وأحدث تجليات هذا الصراع محاولة الإطار الاستحواذ على شبكة الإعلام العراقي حين قرر مجلس أمناء الشبكة إقالة رئيسها، وهو ما رفضه السوداني. ويقول مراقبون إن الفجوة والخلافات بدأت تتسع بين أقطاب الإطار التنسيقي، لا سيما جناحي المالك الخزعلي من جهة وتكتل العامر عمار الحكيم والعبادي من جهة أخرى. وتعزو أوساط سياسية حالة الانقسام داخل الإطار التنسيقي إلى انتفاء الدافع الأساس وراء تشكيل هذا التحالف بعد قرار الصدر سحب كتلته النيابية. وتقول الأوساط السياسية إنه وبعد قرار الصدر الانسحاب من العملية السياسية كما يقول التيار الصدري، بدأت تظهر التصدعات بين مكونات الإطار في ظل استشعار عدد من أقطابه عن توجهات المالك في الاستئثار بإدارة دفة العملية السياسية بمعزل عن شركائه في الإطار التنسيقي. ويشير مراقبون إلى أن الصراع الدائر داخل الإطار إنما يصب في صالح التيار الصدري الذي حاول ضرب التحالف من الداخل، كما أن الأمور بالنسبة للإطار تتجه نحو مزيد من التعقيد وربما الصدام المسلح. ومما يعجل بانفجار الصراع هو دعوة الصدر أنصاره للمشاركة فيما يسمى صلاة الجمعة الموحدة، في رسالة واضحة بأن التيار الصدري لم يغادر المشهد تماما كما كان يأمل شركاؤه السابقون في البيت الشيعي الطائفي. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في صراع الأجنحة وقوى التحالف أو الإطار التنسيقي المكون من الأحزاب الطائفية والميليشيات والمؤشرات على تفككه. ضيوف الطاولة الدكتور مثنى عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية، سيكون معنا عبر سكايب من لندن، وأيضا سيكون معنا من مدينة هلسنبوري في السويد الدكتور فرات خورشيد، الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية، ومعنا من ميشيغان في الولايات المتحدة الأستاذ رفعت الزبيدي، الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام جميعا. لو بدأنا مع دكتور مثنى في لندن. دكتور، الإطار التنسيقي تكون في مرحلة سابقة في مواجهة بالذات التيار الصدري، مكون من الميليشيات الولائية والأحزاب الطائفية ذات المرجعية الإيرانية، وكأن هذه الميليشيات في حالة انسجام، في حالة توائم بالكامل، تطابق. الآن هناك الصراع
أجنحة، صراع قوى وصراع إرادات تجلى في عدة حوادث. لماذا يختلفون، لماذا يتصارعون، تتصارع هذه الميليشيات؟ تحياتي للجميع. يعني أعتقد بأنه طبيعة الصراع بين تشكيلات البيت السياسي الشيعي ستمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وكانت من أجل الوصول إلى تشكيل السلطة، وفي هذه المرحلة كانت طبيعة الصراع تتركز على من الذي يجب عليه تقديم تنازلات أكثر ومن الذي يقدم تنازلات أقل بغية الوصول إلى تشكيل الحكومة. وقد لاحظنا بشكل واضح رفض التيار الصدري تقديم تنازلات، فكان أن تم دفعه للخروج من المشاركة في تشكيل السلطة، بينما تقاسمت الكتل الأخرى المغانم فيما بينها. لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال بأن ما حدث كان يحظى بالمقبولية من جميع الأطراف، ولا زال حتى اليوم هنالك تململ ونقمة داخل هذا البيت السياسي، لأن البعض وافق على مضى أو بضغط من أطراف خارجية. أما المرحلة الثانية وهي الحالية فيتركز فيها الصراع من أجل تركيز السلطة السيادية بيد من؟ والقوة الصلبة للدولة من جيش وشرطة وجهاز أمنية. وفي هذا المجال سنلاحظ إقالات واستقالات في المستقبل. لماذا؟ لأن هذه المرحلة يتركز فيها الصراع على مستويين. المستوى الأول هو الصراع على جدلية هل المقاومة أولاً أم السياسة أولاً، والمستوى الثاني هو الصراع على الفوز بالمرجعية الدينية والمرجعية السياسية معاً. أعتقد بالنسبة للمستوى الأول هنالك أطراف في تحالف الإطار تقول بأننا شكلنا حكومة مقاومة وليس حكومة سياسية، وإنما يتواجدون في هذه المناصب الحكومية يقتصر دورهم على توفير غطاء سياسي وشرعية لما تسمى المقاومة، وأن المقاومة يجب أن تكون وجهة نظر العراق الرسمية التي تمثلها الحكومة. وهدف القائلين بذلك هو الوصول إلى النقطة النهائية وهي الاستيلاء على الدولة بشكل تام، وهذا ما يؤكده زعيم عصائب أهل الحق حين يقول يجب أن لا يحتكر رئيس الوزراء قرارات الدولة، وأنه هو مجرد مدير عام لحكومة تقودها المقاومة، في حين أن هنالك أطراف أخرى ترى عكس ذلك وتقول دعونا نضع المقاومة في خدمة السياسة. وفي قبولهم هذا إنما ينطلقون من الخوف على مصالحهم من وثوب من يحتكرون تسمية المقاومة في داخل الإطار، وبالتالي تتركز كل السلطات السيادية بأيدي تيار المقاومة. أما المستوى الثاني من صراع هذه المرحلة فهو السعي بين كل الأطراف لاحتكار المرجعية الدينية والمرجعية السياسية كلاهما لدى جهة واحدة، وهذا الصراع في الحقيقة متجذر منذ أيام كانوا في المعارضة. فكون الحكم بيد أحزاب إسلامية فإن كل طرف يريد أن يجمع السلطتين الدينية والسياسية بين يديه، ويدخل في هذا الإطار موضوع الخلاف على ولاية الفقيه التي تؤمن بها أطراف ولا تؤمن بها أطراف أخرى. فهناك من يرى بأن الأولوية هي سلطة دينية وغيرهم يرى عكس ذلك. أما المرحلة الثالثة من الصراع فهي مرحلة زمنية مستقبلية، حيث يكون الصراع فيها قائم على التفرد بالسلطة والزعامة، وهذه الفترة ستكون أشد وأقسى على العراق لأن الجميع سيستخدم ما لديه من إمكانيات الدولة المادية والمعنوية في إقصاء الطرف الآخر، وسيدخل العراق في سيناريو مشابه للسيناريو الذي دخل فيه لبنان في ثمانينات القرن المصرم عندما اندلع نزاع مسلح بين حزب الله وحركة أمل من أجل الهيمنة والتفرد. أشكرك دكتور. سنتحدث عن أيضا مؤشرات تدحرج أو انزلاق هذا الصراع إلى مواجهة مسلحة على غرار النموذج اللبناني في سبعينيات القرن الماضي. دكتور فرات أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ وضيفك الكريمين. أهلا وسهلا. صراحة حاليا لا توجد مؤشرات على خليني أسألك سؤال إليك وبعدين ممكن نتحدث عن قضية مؤشرات التدحرج أو انزلاق الصراع. هذه الهوة أو الفجوة لماذا تتسع بين ميليشيات يعني على الأقل كان يتراءى للناظر للمراقبين للمتابعين أنها ميليشيات الحقيقة في حالة انسجام في حالة التطابق في الرؤية والأهداف والأدوات
وكأنها يعني الحقيقة جسم واحد. الآن هناك صراع بين قواها، وصراع هناك من يتحدث في بغداد أن الصراع مرير لكنه مخفي لحد الآن، يعني يوشك أن يظهر إلى العلن، وظهر على العلن هنا وهناك في قضية قالت رئيس شبكة الإعلام أقيل ثم أعيد وما إلى ذلك. لماذا ينشب هذا الصراع بين هذه الميليشيات المتطابقة والمنسجمة فيما بينها؟ صراحة هذه الميليشيات لم تكن يوما من الأيام منسجمة ومتطابقة. يعني لو لاحظنا هي الميليشيات نفسها اللي منبثقة عن الأحزاب اللي في السلطة منذ 2003 لحد الآن. كل الحكومات تشكلت بتوافق آني فقط لفترة إثبات أنه هذه الكتلة هي الكتلة الأكبر لاستلام السلطة، ثم بعد أن يتم تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة تبدأ الصراعات بين الحلفاء أنفسهم وخلافاتهم على السلطة، ويبدأ الطعن وتبدأ التصريحات الإعلامية ويبدأ الصراع على المناصب. فهذه الكتل لم تكن يوما من الأيام متماسكة أو لها برنامج واحد متشابه سوى برنامج الفساد والحصول على المصالح والمنافع. حتى هذه الحكومة الأخيرة أيضا شفنا أنه بعد فترة الانتخابات قضينا ما يقارب السنة دون الوصول إلى تسمية حقيقية للكتلة الأكبر، بعد أن يكون من المفترض أن إرادة الشعب وصندوق الاقتراع هو من يحدد الكتلة الأكبر، ولكن لأخطاء قانونية وتشريعية في القانون العراقي سواء قانون الانتخابات أو الدستور العراقي تسببت بأن يكون الخاسر هو الكتلة الأكبر إذا تحالف مع بقية الخاسرين لإقصاء الكتلة الفائزة. وبالنسبة للي تفضل به الدكتور مثنى أن هناك تنازلات تم تقديمها، نعم لكن ليس كل الأطراف، مثلا الكتلة الصدرية لم تقدم تنازلات لتحالف السيادة للتحالف معه، وإنما جاءت الأمور بشكل طبيعي. كتل كبيرة لها مقاعد وتطمح إلى تشكيل حكومة تمثل كل الأطراف، ولكن الأطراف الخاسرة هي أساسا كان لديها مشاكل سابقة، مشاكل الكتل الموجودة في الإطار التنسيقي سبقت الانتخابات مع التيار الصدري. التيار الصدري كان لديه مشاكل مع عصائب أهل الحق، كان لدى السيد مقتدى الصدر مشاكل مع نور المالكي ومع هادي العامري، هذه كلها اللي تسببت بعدم تشكيل كتلة شيعية كبيرة مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات بسبب انقسام البيت الشيعي. ولكن ما حصل في الانتخابات الأخيرة هو ظهور هذا الانقسام بشكل واضح من خلال مراحل تشكيل الحكومة وتسمية الكتلة الأكبر. مراحل ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة تم تسمية محمد الشياع السوداني كرئيس الوزراء رغم رفض التيار الصدري لهذا الشخص لأسباب أعلنوا بعضها ولم يعلنوا البعض الآخر. لكن من أهم التحفظات التي كانت على محمد الشياع السوداني هي أنه جاء من عباءة نور المالكي وحزب الدعوة بشكل واضح، رغم إعلانه قبل فترة بأنه استقل وأصبح له توجه آخر. لكن خارج يبدو حتى المالكي الآن بحسب التسريبات أو التقارير حقيقة غير راضي عن أداء السوداني، ويبدو أنه يعني كأنه لا ينفذ الأجندة المطلوبة منه بالكامل. لا أدري إذا كان تبادل أدوار أو تمرد على يعني على شيوخه. لا، اللي حصل أنه السوداني بعد أن قدر أن يوصل لمنصب رئيس الوزراء تفاجأ بالأعباء التي تقع على كاهل الشخص في هذا المنصب. السوداني لم يكن يتوقع تلك الضغوط التي ممكن أن يتعرض لها من الأطراف الدولية. احنا لاحظنا زيارات مكوكية لرئيسة وزراء لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى السوداني، الزيارات التي تقوم بها شخصيات من إيران إلى محمد الشياع السوداني. كل الأطراف سواء الأمريكية أو الإيرانية تضغط من جهتها، إضافة للضغوط الداخلية التي تحتم على السوداني إرضاء من أوصلوه إلى منصب رئاسة الوزراء وهم. سنتحدث يعني عن هذه الضغوط، عن الضغوط، ضغوط الإطار على السوداني، وضغوط أيضا دولية بحكم موجود الآن هو رئيس حكومة، وأيضا قد تعجل بانهيار هذه الحكومة الحقيقة في وقت ربما يعني مبكر. نتحول إلى ضيفنا في ميشيغان رفعت الزبيدي. مساء الخير أستاذ رفعت.
مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. هذا الصراع الذي في الطريق، بوادر الصراع، بوادر التناحر الموجود بين أجنحة وقوى ومكونات الإطار التنسيقي، وهي طبعا مكونات من الأحزاب الطائفية والميليشيات، كمراقبين هل كان متوقعا أن ينفجر، أن يأتي في الطريق بهذا الوقت المبكر الآن؟ يعني حكومة السودان لم يمضي عليها إلا بضعة أشهر أو أقل حتى من البضعة أشهر، الآن بدأت الخلافات وهناك صراع بين الأجنحة، كان متوقعا هذا الصراع؟ السلام عليكم. أولا دكتور مثنى تطرق إلى ثلاثة مراحل في مسألة الصراع، وكان المرحلة الأولى تشكيل السلطة. إحنا نحتاج إلى أن نسأل السؤال أنه هل هذا الصراع هو حديث عهد جاء بعد العام 2003، أم يعود إلى الاستراتيجية الإيرانية في سياسة الاحتواء لقوى ما تسمى آنذاك بقوى المعارضة؟ إذا تتذكرون المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامة محمد باقر الحكيم آنذاك انقسم إلى عدة تيارات، حزب الدعوة الإسلامية، حتى منظمة العمل الإسلامي، لكن يبقى الولاء إلى ولاية الفقيه إلى إيران. نحن لا نخدع بالشعارات إنه لا شرقية ولا غربية أو إيران برا برا إلى آخره، هذا الناس الرأي العام البسيط في تفكيره يطرح هذا، لكنهم لا يختلفون في مسألة الهيمنة الإيرانية على القرار السياسي والاقتصادي. الحقيقة هي تبادل الأدوار كما ذكرت حضرتك في مسألة الصراع المصطنع. هو ممكن يصلون إلى مرحلة في صراعهم أنه لا أحد يحتمل الثاني في مسألة المواقع السيادية اللي تطرق لها الدكتور مثنى، اللي هو المرحلة الثانية. لكن هل هم يختلفون في مسألة المشروع الوطني؟ هل يختلفون في مسألة الهيمنة والاحتلال الإيراني للعراق؟ هل يختلفون في مسألة ملف انتهاكات حقوق الإنسان ومن ضمنها قضية المهجرين وجرف الصخر؟ هذه هي النقطة المهمة التي يفترض أن نبحث لها نحن كمتابعين وحتى معارضين للعملية السياسية. هذا الصراع هو صراع على المغانم كما تعرفون، ولا أعتقد أنه يصب في مصلحة المشروع الوطني. أما إذا كانوا يصلون إلى النزاع المسلح، وإذا كان تغيير العملية السياسية وإنهاء معاناة الشعب العراقي تتم من خلال اقتتالهم فيما بينهم، فكما يقول المثل العراقي عسى نارهم تأكل حطبهم. أشكرك دكتور. يعني مثنى، ربما الفاصل راح يعني عاجلنا، لكن لا بأس نستمع إلى جزء من الإجابة ثم نكمل بعد الفاصل. هذا الصراع المتصاعد بين قوى وأجنحة الإطار التنسيقي، ما هي تأثيراته على حكومة السودان التي خرجت من عباءة هذا الإطار؟ هل سيعجل بنهاية بانهيار هذه الحكومة؟ هذا الصراع الحقيقة كما تقول تقارير مريء، والسوداني واقع تحت ضغطين كما يقول ضيفنا من ميشيغان، ضغط المجتمع الدولي على السوداني بين قوسين باعتباره هو من يقود يعني يدير دفة الحكم في العراق، وبين ضغط شركائه المهووسون بأجندتهم الطائفية وأيضا بقضية الولاء أو التبعية لإيران. هذه الحكومة ما فرص صمودها وتماسكها أو بقائها في المرحلة القادمة؟ يعني بالحقيقة موضوعة الوصول أي شخص كان إلى منصب رئاسة الوزراء يختلف تماماً عن مرحلة ما قبلها. يعني موضوع الترشيح إلى منصب رئيس الوزراء وتختلف عن يعني الشخص الذي يسلم منصب رئيس الوزراء سوف يكون في واقع مختلف تماماً عن الواقع السابق لهذا، وبالتالي يكون هنالك، أنا أعتقد بأنه الضغط الدولي ليس على السوداني فقط، وإنما الضغط الدولي على جميع الأطراف. وحتى لو تابعنا الحركة السياسية سواء للسفراء الأجانب أو للفود التي تأتي من الخارج إلى العراق، هي لا تتقي برئيس الوزراء فقط، وإنما تتقي
حتى بشخصيات زعامات موجودة على بالمشهد ورؤساء كتل وغيرها، بعضها سري وبعضها علني. وبالتالي المجتمع الدولي في الحقيقة ينظر إلى الوضع الحالي في العراق كتركيبة واحدة، يعني لا يستطيع النظر. يعني أبسط مثال أنه الولايات المتحدة الأمريكية راهنت على الكاظمي وكانت تعتبره رجلها في العراق، وأعطته من الدعم السياسي ومن الدعم الدولي الكثير، لكنه لم يستطع تحقيق أي شيء. هذا دليل على أنه الوضع الحالي في الحقيقة لا يمكن المراهنة على شخص ما فيه، وإنما يجب النظر إلى الصورة بكاملها. لا يعني موضوعة النظر إلى الصورة من جزء رئيس الوزراء، من جزئية رئيس الوزراء، من زاوية رئيس الوزراء، هذا خطأ كبير أنا أعتقده. المشكلة الأساسية في التشكيلة الحالية أنه الجميع يصل، يعني المجتمع الدولي والقوى الإقليمية في الحقيقة هي التي تعطي هذه التركيبة التي نراها على أرض الواقع. وبالتالي من الصعوبة بمكان أن نراهن على شخص ما. يعني بريمر في مذكراته يقول كنت أجلبهم يعني بالقوة لكي يتفقوا على موضوعة ما، ولا زال هذا المشهد حتى اليوم هو بهذه الحالة. الولايات المتحدة الأمريكية يعني يجب أن نعرف تماما بأنه هي سحبت يدها من موضوعة الملف العراقي، وأعطت الملف العراقي إلى حكومة البريطانية وإلى دولة عربية الخليجية، وهذه في الحقيقة جعلت التنافس داخل العراق ما بين الأطراف السياسية يصل إلى الذروة. يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية لديها أوراق ضغط كبيرة على هذه الأطراف، لكنه انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وإعطاء هذا الملف بيد أطراف دولية وأطراف أقليمية جعل الحركة السياسية لم تعد متناغمة كما كانت بالسابق. وبالتالي يجب أن نتوقع أن هذا أي تحالف كان، ليس التحالف الشيعي وحده فقط، وإنما كل الأطراف السياسية ممكن أن تصل إلى حافة الصراع السياسي أو الصراع المسلح في وقت ما. أشكرك. إذن بالإذن من ضيوفنا جميعا ومن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال نقاش حلقة الليلة من طاولة حوار عن صراع الأجنحة والإيرادات بين قوى الإطار التنسيقي الشيعي في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبوا عنها. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث الحلقة في صراع الأجنحة والإيرادات بين قوى ومكونات الإطار التنسيقي في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور مثنى عبد الله والدكتور فرات خورشيد ورفعت الزبيدي. دكتور فرات، هذه الحقيقة الحكومة يعني عليها الكثير من الضغوطات، ضغوطات دولية وضغوطات أيضا من كونها من الميليشيات والأحزاب الطائفية في العراق، بالإضافة إلى صعوبات أيضا في الداخل. هناك مشاكل اقتصادية والفقر وانهيار الدينار والميليشيات وغيرها من المعروفة في المشهد العراقي.
لكن هل سيسمح بانفراط عقد هذه الحكومة وانهيارها أمريكيا وإيرانيا، أم أنها يجب أن تكمل طريقها بأي ثمن كان على العراق على غرار أخواتها من حكومات ما بعد 2003 وحتى اليوم؟ سياسية ليس للعراق فقط، حتى لدول المنطقة والدول الداعمة للحركة السياسية أو العمل الحكومي العراقي، لأن الانفراد سيدخل العراق في مساحة أيضا مثل ما كانت المساحة الجوفاء قبل تشكيل هذه الحكومة. الضغوطات تكون شديدة على محمد الشياع السوداني داخليا وخارجيا مثل ما حضرتك تفضلت، ولكن الآن نحن لا نملك من يقود هذه العملية السياسية ويضمن لملمة الأطراف. سابقا كان هناك للأطراف الشيعية الفصائل المسلحة، كان موجود الجنرال الإيراني قاسم سليماني قبل قتله، كان يضبط إيقاع هذه الفصائل ويستطيع أن يجمعها على إرادة واحدة وهو صاحب الكلمة الأعلى فوقها. الآن لا يمكن جمع هذه الفصائل، قاآني أضعف من قاسم سليماني في هذا الملف. إضافة لذلك يعني الأحزاب السياسية العراقية أيضا، يعني لو نظرة بسيطة مثلا للأطراف الكردية، قبل وفاة زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطلباني، كان قادر جلال الطلباني على لملمة الأطراف الكردية في حالة نشوف أي خلاف في وجهات النظر أو أعلى من وجهات النظر. بينما بعد أن توفى جلال الطلباني أصبحت الأطراف الكردية أيضا ممزقة. هنا لدينا في الطرف السني كذلك هناك إرادات بدأت تتصادم ضد محمد الحلبوسي مع هذا الطرف أو ذاك، وهذا كله يتسبب في انفراط التحالف الذي يدير الدولة، تحالف إدارة الدولة. في الاجتماع الأخير اللي حصل في بيت مثنى السامرائي لم يحضره 4 من يعتبرون زعماء العمل السياسي في العراق، وهم نوري المالكي، محمد الحلبوسي، وقيس الخزعلي، إضافة إلى أعتقد صالح الفياض أيضا لم يحضر. هذه الأطراف كلها لديها مصالح وبنفس الوقت لها جمهور. غياب التيار الصدري يجعل هذه الأطراف صعب أن تشكل حكومة مرة أخرى من كل العراق، وعدم إمكانية إعادة نواب الكتلة الصدرية إلا بانتخابات جديدة يجعل أي انفراد لهذه الحكومة دكتور. اسمعني دكتور، سنتحدث إن شاء الله في الدقائق القادمة عن مستوى آخر من الصراع، وهو صراع الإطار مع التيار الصدري، خاصة بعد الصلاة الموحدة التي دعا لها الصدر يوم أمس. زاد رفعت الزبيدي في ميشيغان ذكر دكتور مثنى الحقيقة أن زعماء الميليشيات يتعاملون مع السوداني على أنه مدير عام في حكومة المقاومة وفي حكومة العراق، وعليه أن يرجع لهم في كل صغيرة وكبيرة. مع الضغوطات الدولية عليه باعتباره المسؤول الأول في العراق من وجهة يعني المجتمع الدولي والإقليمي، هل تتوقع أن السوداني في لحظة ما سينفجر بوجه هؤلاء الزعماء، سيشب عن الطوق ويتمرد عليهم، وبالتالي يكون هذا عامل آخر في تدمير حكومته، لأنهم يقينا لن يسكتوا على هذا التمرد أو الخروج عن تعليماتهم أو الخروج عن طوقهم؟ نعم، أولا احنا علينا أن ننتهي من المعادلة الوطنية أنه ليس في العراق دولة. نعم. هناك عصابات مافيا تدير العملية السياسية منذ العام 2003 وإلى الآن. نعم. وفشلوا في بناء دولة حديثة تتوافق مع النظام الدولي الجديد وكذلك استحقاقات المرحلة. النقطة الثانية، أن سمعت كثيرا مصطلح الضغوطات الدولية. نعم. في أي ملف الضغوطات الدولية؟ يعني إذا نجي على الضغوطات الأمنية مثلا، باعتبار أنه إيران دائما تهدد المصالح الحيوية للدول الغربية في منطقة الخليج وكذلك دكتور خلينا أستاذ رفعت خلينا أجاوبك على قضية الضغوطات أو التحفظات. نعم. تعرف يعني ما أن أعلنت الحكومة وكل تقريبا معظم وزرائها هم من الميليشيات، ناطقين، متحدثين، أعضاء. مثلا أمريكا قالت لن نتعامل مع هؤلاء القادة أو المتحدثين الميليشياويين، يعني مثلا لن نتعامل مع وزير التعليم نعيم العبودي متحدث باسم العصاب،
وعلى يعني وعلى غراره كثير. نعم. يعني هنا راح نسأل السؤال، هل الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة جون بايدن السيئة اللي حكموا مصير العملية السياسية في الميل إلى نور المالكي في انتخابات 2010 على حساب الفائز أياد علاوي، هل هم جادين وصادقين؟ أرجو أن نكون واقعيين في التعامل مع هذا الموضوع. والله صادر بعد هاي أنت هناك تجاوبنا ما ندري والله. لا بالتأكيد هم يعني هؤلاء هناك ازدواجية في التعامل مع الملف العراقي وخصوصا ملف الميليشيات. يكفي أنهم قدموا دعما لا محدودا للولايتين المشؤومتين لنوري المالكي، ونحن نعيش نتاج هاتين المرحلتين من حكم نوري المالكي. موضوع الضغوطات أو حتى التقاء السفراء هذه ليس جديد على في العلاقات العراق مع بقية الدول، يعني منذ حكومات سابقة كان دائما زعماء الكتل السياسية يلتقون بسفراء. لكن فيما يتعلق بسؤال حضرتك حول مسألة أنه رئيس الوزراء هل هو يعتبر مدير عام أو موظف، هذا هو السر، اللعبة القذرة أجلكم الله التي تمارس ضد الشعب العراقي. مثلا مصطفى الكاظمي تم تعيينه، ومعروف أنه رئيس الوزراء، ومعروف مصطفى الكاظمي تم تعيينه أيضا رئيس لجهاز المخابرات في عهد حيدر العبادي، وحيدر العبادي معروف عنه من قيادات حزب الدعوة. خلفية مصطفى الكاظمي، وأنا واثق من هذه المعلومات، هي خلفية ولائية إلى حزب الدعوة، وكان أيضا في مرحلة المعارضة في فترة زمنية كان في إيران، ثم فيما بعد كما تقول المعلومات عمل في مكتب صحيفة المؤتمر التابعة للمؤتمر الوطني في العاصمة اللبنانية بيروت. السوداني هو من خلفية انتمائية لحزب الدعوة. نعم. أخي الكريم، هؤلاء ينفذون أجندة واضحة. مثلا مصطفى الكاظمي كان الدور عليه أن يخفف من اللعبة والمواجهة بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية في عهد ترامب، يعني كانت إيران لا تريد أن تصعد المواجهة مع إدارة الرئيس ترامب. هذه الأدوار هي مرتبطة بالاستراتيجية الإيرانية في العراق وكذلك منطقة الخليج، ولذلك بعض دول الخليج راهنوا على مقتدى الصدر وعلى مصطفى الكاظمي. ماذا كانت النتيجة؟ ما الذي استفاد منه أبناء الشعب العراقي؟ نفس السؤال حول واضح. أشكرك دكتور مثنى. الحقيقة هناك كأنه مستوى آخر من مؤجل مبرد مجمد مرحليا، وهو الصراع بين الإطار التنسيقي وبين مقتضى الصدر الذي في طور العودة بقوة إلى المشهد السياسي الذي غاب عنه يعني مرحليا. اليوم أمس يوم الجمعة دعا إلى صلاة مليونية، واضح أنه القضية قضية سياسية أكثر ما هي قضية يعني عبادية. هذا الصراع إلى أي نقطة يمكن أن يصل؟ هل سيخرج أيضا عن الدوائر، عن الخطوط المرسومة له، ويصبح يعني صراعا بالأسلحة؟ وقد جرى الحقيقة، تم في قبل تشكيل حكومة السوداني واقتحام البرلمان، كان هناك قصف بالهاونات والأسلحة المتوسطة. إلى أي نقطة قد يصل هذا الصراع بين الصدر وبين شركائه السابقين اللي الآن هم في الإطار التنسيقي؟ يعني أولا يجب أن ننظر إلى موضوع التيار الصدري على أنه هو في الحقيقة لم ينسحب من المشهد، وإنما هو يعني قوة سياسية شعبية يعني موجودة ولديه مؤيدين كثر وأكثر من الباقين من أطراف الإطار، أطراف التحالف. نعم. الباقين في الحقيقة هم يمتلكون قوة الدولة الصلبة والناعمة، ومقتدى الصدر يمتلك قوة شعبية، لكنه هذه القوة الشعبية على الرغم كثافتها واتساعها غير قادرة على تغيير المشهد السياسي. المشهد السياسي في الحقيقة خصوصا في منطقة الشرق الأوسط لا تغيره القوة الشعبية، وإنما تغيره من يمتلك بيده قوة السلطة الناعمة والصلبة. لذلك التعويل على مقتدى الصدر أو على التيار الصدري هو في الحقيقة رهان خاسر.
يعني وجدنا بوضوح تام كيف هو حاول أن يتحالف مع أطراف سنية وأطراف كردية لكنه فشل، وحاول أن يماطل طوال فترة 9 أشهر لكنه فشل، بينما الباقيين قادرين على أن يغيروا المشهد السياسي كاملا في زمن قصير. هذه الإشكالية تعود إلى ما يعانيه مقتدى الصدر وتياره من أمية الوعي السياسي، ليس لديهم وعي سياسي، لذلك حتى المراهنة على حركة مقتدى الصدر مراهنة فاشلة، لأنه لا يمكن التوقع ماذا يمكن أن يستطيع أن يفعل. دكتور فنسمع لقاطعك، الأمور في العراق الحقيقة غير مرتبطة يعني بالوعي السياسي، بالفهم السياسي، بالحنكة السياسية. الوضع في العراق من يمتلك بندقية، من يمتلك مدفع أكثر هو الذي سيحسم الأمور، من يملك ميليشيات هو من الذي يترجم، يستطيع أن يترجم فكرة أقواله إلى أشياء عملية على الأرض. وهذا الذي أقوله، نعم. أقول بأنه الباقين هم يمتلكون قوة السلطة الناعمة والصلبة، وهم قادرين على تغيير المشهد، بينما مقتدى الصدر لا يستطيع تغيير المشهد، وهذا عدم قدرته على ذلك هو يعود إلى أنه هو يعني لا يمتلك وعيا سياسيا، لا يعرف بالحقيقة كيف تدار العملية السياسية، لا يعرف ما هي الخطوات اللازمة. لذلك وجدنا بأنه كل تحركاته كانت تحركات يعني قفز من حضن إلى آخر ومن طرف إلى آخر، وبالتالي خرج حتى موضوعة خروجه من البرلمان وسحب تياره كانت خطوة يعني جوفاء في الحقيقة، وخطوة تنمع عن عدم الوعي السياسي، لأنه كان يعتقد بأنه التهديد بتقديم استقالة نوابه واحتفاظ الاستقالات معه سوف يهدد به الباقين، وبالتالي يأتون ليتوسلوا به كي يبقى في البرلمان، لكنه الباقين في الحقيقة قلبوا الطاولة عليه وتركوه ولم يذهبوا إليه لكي يتوسلوا به، وبالتالي خسر الموقع النيابي في البرلمان. أقول بأنه مقتدى الصدر في الحقيقة هو حشوة دافعة بيد هذا الطرف الإقليمي وبيد هذا الطرف الدولي، وقلنا سابقا في لقاء مع حضرتك على أن هناك كان طرف دولي يراهن على مقتدى الصدر وحاول أن يفتح حوارا معه، ثم توصل إلى عدم النتيجة من الحوارات مع مقتدى الصدر. أطراف الأخرى هي أطراف قوية في داخل العراق وأطراف لديها حضن إقليمي واسع، بينما مقتدى الصدر ليس لديه حضن إقليمي واسع، لديه أطراف ضعيفة جدا في التشكيلة أو في البنية السياسية الإيرانية تدعمه، وهذه الأطراف هي أصلا في إيران هي ضعيفة، وبالتالي لا يمكن المراهنة على فعل ما. يستطيع مقتدى الصدر أن يثير الغبار في الساحة السياسية بوجه الفرقاء الآخرين من خلال دفع بتغريدة واحدة مجموعة من مؤيديه إلى الساحة، وبالتالي حصول مواجهات مسلحة، يقتل منهم الكثير ثم يعيدهم مرة ثانية إلى بيوتهم بتغريدة أخرى. هذا كل ما يستطيع فعله. نعم دكتور فرات، الحقيقة على خلاف ما تفضل به الدكتور مثنى، هناك من يتحدث أنه مقتدى الصدر الآن، ونحن في نفس نقطة الصراع الآخر بين الصدر وبين الإطار التنسيقي، أنه مقتدى الصدر الآن يترقب للمشهد، وهو الحقيقة قد ينضج رؤية أو مسار في توظيف هذا الصراع البيني بين مكونات الإطار التنسيقي والمتصاعد والذي قد يصل إلى مواجهة مسلحة. والحقيقة عندما تنضج يعني ثمرة هذا الصراع أو هذه الرؤية سيتدخل في اللحظة المناسبة فيوظف هذا الصراع لصالحه، وهذا كلام أيضا يعني بالتوازي مع رؤية الدكتور مثنى أنه هو عاجز عن تقديم مثل هذه الرؤية أو تقديم مثل هذه المقاربة. تعتقد فعلا الصدر سيوظف هذا الصراع ويقطف ثماره في النهاية؟ بصراحة أنا أتفق مع الدكتور مثنى أنه مقتدى الصدر لا يمتلك إمكانية سياسية. مقتدى الصدر يتعكز على مرجعية والده ويمتلك المرجعية الدينية، ولكن المرجعية الدينية لا تكفي في التعامل مع لكن يا دكتور، هذا التعكز على مرجعية والده
جلب له 73 مقعدا، يستطيع أن يخرج مئات الآلاف إلى الشوارع. يعني الحقيقة طيب. نعم طيب، ماذا فعل بال 73 مقعد من أصل 329؟ نعم لا شيء. يعني مقتدى الصدر عام 2019 لما دخلوا أتباع التيار الصدري إلى مبنى البرلمان، نعم، في كل دول العالم حينما تكون هناك مظاهرات ويدخل المتظاهرين والثوار أيا كانت تسميتهم إلى مبنى البرلمان، معناها خلاص سقطت الحكومة وحقق المتظاهرين أهدافهم وسيطروا على الحركة أو العملية السياسية في البلد. ماذا فعل مقتدى الصدر لأتباعه؟ طلب منهم غادروا أنتم وأنا راح أبقى أنتظر. وبعدها فترة لما كانت المظاهرات شعارها إيقاف التدخلات الخارجية ومن التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي والإصلاحات وما كانت ترفعه اللافتات على أيدي الشباب في بغداد وفي غيرها عام 2019 بداية التظاهرات عندما اشتدت وسقط مبنى البرلمان، بعدها أين ذهب مقتدى الصدر؟ ذهب واعتكف في إيران، يعني نفس البلد اللي كان هو وأتباعه ينادون بإيقاف تدخلات هذا البلد في العراق، ذهب واعتكف فيه. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الأطراف الدولية، ضيفنا العزيز المشارك معنا من ميشيغان قال بأن التدخلات الخارجية ليس لها ذلك التأثير القوي. لا، بالتأكيد التدخلات الخارجية منذ 2003 ولحد الآن هي تسعى لتسييد الطرف الخاسر على حساب الطرف الفائز، مثل ما حصل خلال الصراع على رئاسة الوزراء بين نور المالكي وأياد علاوي، وكان أياد علاوي هو الكتلة الأكبر. انتخابات ولكن 2010 نعم 2010 تم تسييس الموضوع بقرار من المحكمة وتشريع وتفسيرات خاطئة. الآن حينما أصبحت الكرة في الاتجاه المعاكس، من هي الكتلة الأكبر؟ أيضا التف الإطار التنسيقي على هذا الموضوع مستعينا بنفس الفئة التي تتسيد المشهد التشريعي والقانوني في العراق، وقام مقتدى الصدر بمنحهم فرصة ذهبية. يعني لم نسمع بالعالم خلال التاريخ بأن هناك كتلة أكبر في بلد ما طالبة منهم زعيمهم الديني أو الروحي أن ينسحبوا ويقدموا استقالاتهم ويسلم البرلمان لكتلة خاسرة. طبعا هذا غدر حتى في الشعب العراقي، إرادة الشعب العراقي. اليوم المواطن العراقي حينما يمنح الصوت لفلان من الناس هو يمنحه ليقوم بتمثيله بتنفيذ رغباته ومطالبه. عندما يأتي شخص وينفي رغبة من قاموا بانتخاب 73 شخص وأوصلوهم إلى البرلمان ثم بس خلينا نثبت في قضية على قضية الصوت الشعب العراقي. تعرف دكتور من شارك في الانتخابات التي يعني مضت لا تتجاوز 15% من الذين شاركوا في الانتخابات؟ نعم ولكن هل 15% هم أفراد كان لهم رأي؟ أغلبهم كان لهم رأي ضد مثلا الفئات والأطراف الموجودة في الإطار التنسيقي، كان لهم رأي مع جهات أخرى. نرى أن الصراع ينتقل من مكان إلى آخر من خلال تجاذب السلطة. من يسيطر على السلطة، لا يوجد برنامج سياسي يجمع الأطراف المتحالفة لأنها تجتمع فقط على المصالح وتشكيل. أشكرك دكتور. واضح دكتور. أشكرك دكتور فرات وأعتذر منك. رفعت الزبيدي، في أمريكا هذا الصراع الآن صراع إرادات، صراع أجنحة، لا زال سوفت يعني مو بالقوة الخشنة، بين المكونات، مكونات الإطار، وكلها ميليشيات وكلها تمتلك سلاح الدولة، سلاح الدولة كلها بيد هاي الميليشيات. هل تتوقع أنه مع انسداد الأمور أن هؤلاء المتحاربون المتخاصمون المتنافرون لن يتورعوا عن استخدام السلاح في الشوارع ويتقاتلوا، وعلى غرار النموذج اللبناني اللي اتطرق له أو ذكر دكتور مثنى في بداية الحلقة؟ يعني الصراع اللبناني كان بين منظمة أمل وحزب الله، أين هم الآن؟ يعني حليفان قويان في مسألة الوضع اللبناني وما يعانيه الشعب اللبناني بسبب هذه الاستراتيجية الإيرانية. هذا هو السؤال. إذا كان لمصلحة إيران أن يكون هناك اقتتال بين هذه الميليشيات لسيناريو جديد في العراق من خلاله يتم إعادة تأهيل العملية السياسية مع ما تفضلتم بالضغوطات الدولية، نعم سيكون هناك صراع. إيران لن تسمح لهم
بأن يصلوا إلى هذا الصراع. ممكن تنفلت الأمور مثل ما حدث أعتقد في شهر أيلول من العام المنصرم عندما حدثت مواجهة، لكن فيما بعد جاء دور مقتدى الصدر الذي هو يتوافق في نتائج قراراته مع الاستراتيجية الإيرانية في العراق، وهذا هو الدور القدر والخبيث للتيار الصدري في الحركة الوطنية. إذا تلاحظ كل نتائج قراراته تصب لصالح إيران وليس للمشروع الوطني، وبالتالي نطرح مصطلح الوعي الوطني وليس الوعي السياسي فقط اللي سمعته من حضراتكم، وكذلك موضوع القوة. إلى متى يبقى الشعب العراقي رهين هاتين المعادلتين؟ لا يوجد هناك وعي وطني ولا القوة بيد السلاح المنفلت عند الميليشيات، وتحول العراق إذا تدرسون حالة أمريكا اللاتينية، عصابات المافيا متدينين يذهبون إلى الكنيسة ولكنهم قساة ويهربون المخدرات. نفس الدور أرادته الولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون العراق نموذج جديد لأمريكا اللاتينية، ولذلك نحن القوى الوطنية المعارضة للعملية السياسية يجب أن نتحرك بأقصى ما لدينا من قوة من أجل اختصار الزمن لمعاناة أهلنا في العراق. أشكرك دكتور مثنى. في الدقائق الأخيرة، ما أسوأ ما يمكن أن يصل هذا الصراع بين ميليشيات الإطار التنسيقي؟ أسوأ ما يصل هو نفس النموذج اللبناني. كانت حركة أمل هي التي تسيد الموقف الشيعي في لبنان، لكن حزب الله دخل في صراع مسلح معها وهو الذي أخذ موضعة القيادة. واليوم حركة أمل ليست في حالة تحالف مع حزب الله، حركة أمل مجرد تابع بسيط إلى حزب الله، وهذا في الحقيقة هو الذي تسعى إليه طهران. طهران تسعى إلى توحيد البيت السياسي الشيعي سواء في العراق وفي لبنان، ولن تسمح بالتشرذم داخل البيت السياسي الشيعي في العراق، وسوف تعمل جاهدة على بروز زعامة سياسية شيعية تلم الجميع، سواء رضي من رضي وسواء قبل من قبل. وقد يذهب هذا الصراع إلى نزاع مسلح تذهب فيه إيران إلى فرض أجندتها على الآخرين، وبالتالي بروز شخصية سياسية شيعية تأمن بموضوعة ولاية الفقيه وتأمن بالحرس الثوري، والحرس الثوري سيتشكل من القوة ما يسمى قوى المقاومة في العراق، وهو الذي سوف يسيطر على الدولة ويدير الدولة وبالتالي يخضع له الجميع. هذا هو السيناريو القادم للمرحلة الثالثة من الصراع السياسي. لا تستطيع الصبر إيران على موضوعة الصراع ما بين التيار الصدري وبقية الحلفاء. التيار الصدري في نظر إيران هو مجرد يثير الغبار بين فترة وأخرى في الساحة السياسية وفي المشهد السياسي، وهي تعتقد بأنه هو قابل على الذهاب إلى أحضان أخرى أقليمية أو دولية، وبالتالي هي تسعى إلى تشكيل وإبراز قيادة بالضبط نفس النمط الذي برزت فيه قيادة حزب الله في لبنان. شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كلهم من الدكتور مثنى عبد الله أستاذ العلاقات الدولية وكان معنا عبر سكايب من لندن. كما أشكر ضيفنا الدكتور فرات خورشيد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية وكان معنا من مدينة هيلسنبوري في السويد، وأشكر ضيفنا من مدينة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ رفعت الزبيدي. كما أشكركم مشاهدي الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.